السلام عليكم. إن شاء الله هنبدأ أول محاضرة عندنا في المادة. المادة سهلة جدا وبسيطة، فهنبدأ نشوف بس الأوتلاين بتاع المادة هو عبارة عن إيه. فما تقلقوش، المادة سهلة جدا وأحببكم فيها، ما تقلقوش يعني، والبرمجة أحببكم فيها وأعلمكم إزاي إن أنتوا تعملوا في النهاية أبليكيشن، أو إزاي تعمل بروجرام، على الأقل بروجرام صغير جدا، وتعرف إزاي إن أنت كيوزر ممكن تدخل إنبوت ويطلع لك الأوتبوت بتاعك. فأنا هعلمك إزاي تعمل بروجرام في النهاية، بحيث إن اليوزر لما يدخل أي إنبوت يقدر يشوف الأوتبوت بتاعه بغض النظر عن الفانكشن اللي أنت كنت عايزها تبقى إيه. فهندي النهاردة شوية انترو كده صغيرة، شوية نظري. انا من طبيعتي ما بحبش النظري اصلا، بس شوية نظري لازم، مفاهيم لازم تكون عارفها. طبعا مش مطلوب منك ان انت تحفظ النظري خالص، لا، مطلوب منك ان انت تبقى عندك النوليدج دي من النظري، تبقى فاهمها اصلا، تبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي، او ان اي جهاز كمبيوتر سواء اذا كان بقى موبايل، سواء اذا كان جهاز بي سي او لابتوب او وات ايفر، جهاز الكمبيوتر ده اصلا بيعمل ايه. وهنشوف اصلا يعني ايه اصلا جهاز كمبيوتر دلوقتي، هل هو بيبقى متوقف على اللابتوب والبي سي اللي موجود عندك ولا لا، هل ممكن الموبايل بتاعك يبقى اسمه كمبيوتر، هل الحاسبة بتاعتك تبقى اسمها كمبيوتر. فده كل ده اللي هنشوفه النهاردة ان شاء الله. فهنبدأ اول محاضرة عندنا، هنبدأ اعرفكم بس بالمادة بتاعتنا هتبقى عبارة عن ايه. فاول حاجة في المادة او الكورس اوت لاين بتاعنا هو رقم واحد، ان احنا نعرف يعني ايه الكونسبت بتاع الكمبيوتر، البيزك كونسبت بتاع الكمبيوتر بتاعنا. بعد كده نبدأ نخش بقى ازاي ان انا ببدأ ابرمج، او ازاي ان انا تفكيري او كراجل بتاع بروجرامينج ان انا ازاي افكر إيه لما يبقى في عندي بروبلم، او عندي اي يوزر عايز يعمل اي ابليكيشن او عايز يعمل اي سوفت وير، ازاي ان انا احطها على هيئة فلوت شارت او احطها على هيئة الجوريزم، بحيث ان انا احط القصة دي في صورة ستيبس، ومن اول ما الانبوت يدخل لحد ما انا اطلع لليوزر ده الاوتبوت اللي هو عايزه. فازاي ان احنا نظبط القصه دي بحيث ان هي تبقى على هيئه اما فلوت شارت او اما تكون على هيئه الجوريثم. بعد كده هنبدا ندخل بقى ان احنا نطبق الحاجات دي اللي هي اللي احنا اتعلمناها في الفلوت شارت والالجوريثم، بحيث ان احنا نبدا نطبقها على لغه برمجه زي لغه ال سي، تمام؟ ودي لغه سهله جدا على الناس كلها. فكل اللي عليا ان انا بس هحول اللي انا اتعلمته في الفلوت شارت والالجوريثم للغه ال سي، فهلتزم بالسنتاكس بتاعه ال سي بس، مش اكتر ولا اقل. انما كل الكونسبت بتاعي او المفاهيم بتاعتي في حل اي مشكله هي اللي كانت موجوده في الفلوت شارت والالجوريثم، بس ان انا هحولها بس لمين، للسينتاكس بتاعت السي. بعد كده هناخد اللوبنج على السي، ونبدا نتطور شويه في الكود بتاع السي، ونتطور في اللغه بتاعت السي. فهناخد اللوب، بعد كده الاري، بعد كده الفانكشن في السي، تمام كده؟ ويبقى ده اللي هو الكورس بتاعنا. تعال نبدأ النهاردة نشوف شوية نظر كده، شوية انترو كده عن الكمبيوتر، وازاي الكمبيوتر بتاعنا بيبدأ يشتغل. اول حاجة يعني ايه كمبيوتر؟ يعني انا لو سألت اي حد فبقول للراجل ده هو يعني ايه كمبيوتر، فكلمة كمبيوتر ده هي جاية من اسمها اصلا، ان هو بيعمل عملية كمبيوت، يعني بيعمل عملية بروسيسور، يعني بيعمل عملية بروسيسنج عندي. وبالتالي فهو اي جهاز يقدر يعمل عملية بروسيسنج، او يقدر يعمل عمليات حسابات، تمام كده؟ فهو بيعمل عملية كمبيوت. طب هو كمبيوت لمين؟ وات ايفر بقى هو كمبيوت لمين، او بيعمل بروسيسنج لايه. فانا بقول ان تعريف الكمبيوتر هو عبارة عن جهاز، الجهاز ده له انبوت وله اوتبوت، تمام كده، وبيعمل بروسيسنج على الانبوت عشان يطلع الاوتبوت. وبالتالي فهو محتاج بروسيسور، ومحتاج ستوريج عنده اللي هو حاجة يبدأ يخزن عليها البيانات. يبقى هو عبارة عن اي جهاز يقدر يخزن ولو انبوت ولو اوتبوت ولو بروسيسور، يقدر يعمل عملية بروسيسنج او يعمل عملية كومبيوتينج، تمام، على الانبوت دي عشان يبدأ يطلع الاوتبوت دي. وبالتالي فهو ده عبارة عن كمبيوتر. يعني الآلة الحاسبة، والله الآلة الحاسبة ده لها انبوت ولها اوتبوت هي بتطلعه لك على الشاشة، ولها فانكشن هي بتروح تعملها اللي هي العمليات الحسابية، ففيها بروسيسور وفيها ميموري عشان تعمل العملية دي. وبالتالي فالآلة الحاسبة ده عبارة عن كمبيوتر. اللابتوب بتاعك برضو كمبيوتر، البي سي ده كمبيوتر، بس الفرق ما بينهم وما بين الآلة الحاسبة ان الآلة الحاسبة سبيسيفيك فانكشن، فهي فانكشن ثابتة اللي هي عبارة عن العمليات الحسابية اللي هي بتاعة الرياضة فقط. انما الكمبيوتر او البي سي بتاعك واللابتوب فهو مالتي فانكشن، يقدر يعمل اي اكتر من مين، اكتر من فانكشن، ومش فانكشن ثابتة، لا، ده هو بنسميه حاجة اسمها مالتي فانكشن. طيب
طب الموبايل برضو، الموبايل نفس القصة، الموبايل ده عبارة عن كمبيوتر، له انبوت انت بتدخل هولو، له اوتبوت انت بتطلع منه على حسب الابليكيشن اللي انت اشتغلت عليه، وله بروسيسور هو اللي بيعمل العمليات دي كلها، وله ستوريج اللي هو وحدة التخزين بتاعته، سواء اذا كانت رام او ميموري عندك، تمام كده؟ يبقى ده عبارة عن كمبيوتر. يبقى ده كده المفهوم اللي انا عايزك تفهمه بس، مش اكتر ولا اقل. مش شرط تلتزم بنفس الكلام اللي مكتوب عندك في اللي هو الباوربوينت اللي احنا بنعرضه دلوقتي. وبالتالي فهو عبارة عن جهاز الكترونيك، تمام؟ اكسبت داتا يعني معناها ان هو له انبوت، يعني يستور لي داتا، يعني عنده وحدة تخزين يخزنها، يقدر يعمل بروسيس على الداتا اللي هو عنده بروسيسور عشان يقدر ينفذ عليه العمليات دي كلها، واقدر ان انا استرجع اللي هو مين الداتا اللي عندي بالشكل ده كده، وبعد كده يقدر يطلع لك الاوتبوت ده، يبقى برنت لي الريزلت بتاعك، ويبقى ده عبارة عن الكمبيوتر اللي موجود عندي. طيب الكاركترستيك بتاع الكمبيوتر، انت الكمبيوتر ده لما تيجي تروح تشتري اي جهاز بتدور على ايه؟ انا كراجل مثلا هحط نفسي مكانكو، لو انا رايح اشتري جهاز سواء اذا كان بقى بي سي او لابتوب، فانا بروح اقول والله انا عايز جهاز يبقى سريع، اكيد يعني سريع يعني معناها البروسيسور بتاعه لازم يكون عالي جدا. طيب تاني حاجة لازم يكون وحدة التخزين بتاعته برضو تكون عالية، يعني انا اكيد مش هروح اجيب جهاز مثلا ووحدة التخزين بتاعته ضعيفة. تالت حاجة الميموري اللي هي الاستوريج ميموري بتاعتك اللي هو السكند ستوريج بتاعتي برضو لازم تكون عالية. يبقى انا بدور على السرعة السبيد، يبقى الجهاز بتاعي سريع جدا، فالبروسيسور بهتم بالبروسيسور بتاعي، ان البروسيسور بتاعي لازم يبقى يكون سريع. ما اروحش اجيب جهاز كور اي 3 وانا في امكانياتي ان انا اقدر اجيب كور اي 7، تمام؟ طالما انت محتاج جهاز سريع، يبقى انت تروح تدور على جهاز سريع يبدأ ينجزك في الشغل بتاعك. وبالتالي فلو انا امكانياتي تسمح ان انا اجيب كور اي 7، يبقى اروح اجيب كور اي 7، ما اجيبش كور اي 3، ما اجيبش دوال كور، وهكذا، لان البروسيسور بتاعك بيفرق في السرعة بتاعتك. نفس القصة ان البروسيسور محتاج ميموري تكون عالية، لان البروسيسور والميموري الاتنين شغالين مع بعض، لا البروسيسور ينفع يشتغل بدون الميموري ولا الميموري تنفع تشتغل بدون البروسيسور. بمعنى اصح ان لو اليوزر دخل انبوت، تمام كده، فالبروسيسور ده هو اللي بينفذ الانستراكشن بتاعتي اللي هو الاوامر بتاعتي، بس هو هينفذ الاوامر ازاي؟ لازم الامر يروح للميموري، وبعد كده البروسيسور او الميموري تبعت الامر عندي للبروسيسور، فالبروسيسور يبدأ ياخد الامر بتاعه وينفذ الامر اللي هو اللي عليه الدور في التنفيذ. ولو هو محتاج ديتا فيطلبها من الميموري ان هي تجيبها له، بغض النظر عن الديتا دي هتجيبها من اليوزر ولا هتجيبها من الهارد ديسك بتاعك. طيب وبعد ما البروسيسور يخلص العملية بتاعته هيعمل ايه؟ هيروح يطلع الاوتبوت بتاعه على الميموري، مش هيطلعه لليوزر، لا هو ما بيطلعش لليوزر مباشرة، هو يطلع على الميموري والميموري بتاعتك هي اللي تطلع على اليوزر. يبقى كأن الميموري دي هي عبارة عن وسيط لأي شغل البروسيسور بتاعي. البروسيسور عايز يشتغل أي حاجة أو في أمر عايز يتنفذ، فالبروسيسور المفروض ينفذ الأمر ده، فالميموري هي اللي بتبعته للبروسيسور، وبالتالي فالبروسيسور بياخد الأوامر بتاعته من الميموري. وبرضه في النهاية لما البروسيسور بتاعي يخلص اللي هو الأوامر بتاعته ويبدأ يخلص ويطلع الأوتبوت بتاعي، ما بيطلعش الأوتبوت مباشرة لليوزر ولا بيخزنه مباشرة على الهارد ديسك، امال بيعمل ايه؟ ده بيبعته للميموري، والميموري هي وقتها اللي تروح تخزنه على الهارد ديسك او تطلعه لمين؟ لليوزر. وبالتالي فانا محتاج السبيد، يبقى انا كده محتاج اتنين كاركترستيك انا لازم اكون مهتم بيهم، فهي السبيد هي البروسيسور بتاع البروسيسور بتاع السي بي يو بتاعي، تمام؟ وبالتالي فسرعة البروسيسور بتاعي لازم ده تكون موجودة عندي تكون أعلى ما يمكن. تاني حاجة الميموري بتاعتي والاستوريدج بتاعتي، يبقى دول أهم حاجة. غير كده دي بتبقى مين؟ بتبقى حاجات زيادة. يعني واحد يقول لي والله أنا عايز كارت الشاشة يكون عالي، ماشي أوكي، كارت شاشة ده فيتشرز زيادة. وبالتالي فمش كل الناس بتشتغل على الجيمز، بتشتغل على ايمج، بتعمل بالايمج بروسيسنج، بتعمل القصة دي عشان تحتاج كارت شاشة يكون عالي عشان يقدر يشتغل مع الايمج والجرافيكس وقصة من دي، فدي فيتشرز زياده. فانت لو انت اوير بالحاجات دي فاوكي، مفيش اي مشكله ان انت تروح دي، يبقى انت هتدور على كارت شاشه يكون عالي، بس بلس مين؟ ما انت عشان تدور على كارت شاشه يكون عالي لازم يبقى فيه بروسيسور اصلا عالي عشان يقدر يشتغل معاه، وهكذا، تمام كده؟ يبقى ده اللي هي الحاجات. فانا اول حاجه ده السبيد لازم اي حاجه. غير كده بعد كده بقى الموضوع بقى يبقى مين؟ يبقى الموضوع ده فيتشرز زياده مش اكتر ولا اقل. الاكيورسي طبعا مفيش لها اي احتياجات، كل القصه دي المفروض دي حاجات زياده فانت المفروض تدور عليها، تمام كده؟
طيب يبقى ده اللي هو الكاركترستيك بتاع الكمبيوتر بتاعي. طيب الجينيريشن بتاع الكمبيوتر، الكمبيوتر ده ظهر ازاي او ظهر امتى القصة دي؟ اول حاجة انا عندي ظهر 5 جينيريشن للكمبيوتر لحد الان، واحنا في الجيل الخامس اللي احنا شغالين فيه ده اسمه الجيل الخامس، فخلاص ده التكنولوجيا اللي موجودة عندي. ففي اول حاجة هتظهر حاجة الفيرست جينيريشن، ده ظهر في الستينات ايام ما كان في حاجة اسمها ترانزستور، يعني الناس اكيد شافت او سمعت عن الترانزستور. فالترانزستور ده كان حجمه كان كبير جدا جدا جدا، قد حجم المنصورة بمعنى صح. فالحجم بتاعه كان كبير جدا جدا، وظيفته ان هو كان بيعمل عملية بروسيسنج واحدة بس، اللي هي كأنه بيعمل عملية سويتش تمام كده ما بين الكوليكتور وما بين الاميتر لما احط فولت على البيس تمام كده. فالترانزستور ده كان هو يعتبر فيرست جينيريشن لعلم الكمبيوتر، لان هو كان يعتبر هو ده البروسيسور رقم واحد، فكان هو عبارة عن ترانزستور واحد. بعد كده شركة اي بي ام بدأت تطور الموضوع وقالت لا احنا هنبدأ نطلع حاجة اسمها كمبيوتر. فشركة اي بي ام راحت عاملة السكند جنريشن والثيرد جنريشن، وبدأ الجنريشن بدأت تظهر بقى الكمبيوتر بتاعي. فبدل ما كان الترانزستور ده حجمه كبير جدا بقى حجمه صغير جدا وبقى اسرع، وبدأ التطوير يبدأ يصغر الحجم بتاعي يصغر يصغر لحد ما وصلنا للفيفث جنريشن بتاعك اللي هو اللابتوب والبي سي اللي انت بتشوفه دلوقتي قدامك دلوقتي تمام كده. طبعا كل القصة دي كل ده كان تطورات في الكمبيوتر، ما كانش فيه عندي حاجة اسمها هارد ديسك، كان في حاجة اسمها فلوبي ديسك كده حجمه عبارة عن 4 ميجا بس، هو ده اللي كان عليه الحاجة بتاعتي وكان الشغل بتاعي. ما كانش في حاجة اسمها ويندوز، ما كانش في حاجة اسمها لينكس، كانش في القصه دي. امال الاوبريتنج سيستم كان ايه؟ كان هي شاشه الدوس، شاشه سودا كده بتبدا تدي الاوامر انت منها على الفلوبي ديسك ده وتبدا تشتغل عندي. ما كانش في حاجه اسمها انترنت موجوده، ما كانش في اي حجم من الداتا اللي موجوده دي كلها. ده كنا بقول لك ان الهارد ديسك بتاع الجهاز نفسه اصلا كان 4 ميجا والفلوبي ديسك الاكسترنال كان 1.5 ميجا تمام كده. وبالتالي في 4 ميجا و1.5 ميجا ده ما يشيلش حاجه دلوقتي، هو عباره عن فايل وورد دلوقتي، ما كانش في حاجه اسمها وورد اصلا، ما كانش في حاجة اسمها ويندوز، ما كانش في حاجة اسمها الابليكيشن اللي انت بتشوفها دي تمام كده. كل ده ظهر في التسعينيات تمام كده. طيب بعد كده بدأ يظهر بقى في التسعينيات بقى الجنريشن بقى اللي احنا شايفينها دلوقتي تمام، ان بقى في حاجة اسمها ويندوز، فيها بقت ويندوز حتى جايه من اسمها ان بقى في شاشات، لان ما كانش في شاشات اصلا، كانت هي عباره عن شاشه سوداء. فشركه مايكروسوفت راحت عامله حاجه اسمها ويندوز وقالت ان ده اوبريتنج سيستم، ده هو اللي هيشغل البروسيسور ويشغل الجهاز ده. فالاوبريتنج سيستم ده سموه ويندوز على اساس ان هو ده له شاشات، شاشات بتتفتح وشاشات بتتقفل وقصه من دي، فاليوزر شايف شاشات قدامه وكل اللي هو شغال عليه شغال على شاشه تمام. فعشان كده اسمه ويندوز. وبدأ الويندوز بقى يتطور بقى من ميلينيوم و98، وبعد كده بدأ يظهر الاكس بي، وبعد الاكس بي بدأ يظهر حاجة اسمها الفيستا و7، وبعد كده اللي هو ويندوز 10 اللي موجود حاليا، وبالجنريشن اللي كل شوية بيحصل لها عملية ابديتنج له تمام كده. فكل ده عبارة عن الويندوز اللي موجود عندك. طيب بعد كده برضو نفس القصة، الحجم كل مدى بيقل، يعني اللابتوب بتاعك لو جبت لابتوب مثلا من 5 سنين حجمه دلوقتي مش زي اللابتوب دلوقتي، اللابتوب دلوقتي بقى سليم قوي تمام كده، حتى بدأوا يشيلوا اصلا السي دي والدي في دي اللي كان موجود في اللابتوب لان كان السمك بتاعه عريض شوية، فقال لك لا احنا عايزين نعمل اللابتوب بتاعي يبقى سليم شوية، فشالوا الدي في دي اصلا، شالوا الكابل السيريال اللي كان موجود، لان كابل السيريال ده كان عبارة عن 9 بنات كابل كده تخين كده شوية، فعامل لهم اعاقه ان هو يبدا يصغر في الحجم بتاعه فيعمل له سليم تمام كده. وبالتالي فشلوا كل الحاجات اللي تعوق للقصه دي. نفس القصه شركه ابل لما بدات تشتغل على الموبايلات تمام بتاعتها كايفون، قالت والله السوكت بتاع السماعه ده عامل لي مشكله، السوكت بتاع السماعه ده اللي انا ملتزم بيه بالستاندرد بتاع الايزو للموبايلات كلها تمام، عامل لي مشكله ان مش قادر اعمل سليم للموبايل بتاعي، لان لان السمك او السوكت بتاع السماعه ده واخد حجم عندي في الموبايل، وبالتالي فلازم الموبايل بتاعي ما اقدرش انزل بيه عن الحجم ده لان لازم يركب فيه سوكت. فقالت والله لا انا هشيل انا السوكت ده وهخلي السوكت بتاع السماعه يشتغل على نفس السوكت بتاع الشاحن بتاعي اللي هو المبطط ده، وبالتالي فاصبح الجهاز بتاعه بقى مور سليم، في حين ان هم قاعدين بيصغروا في الاجهزه، في حين ان الاجهزه بتاعتك الكفاءه بتاعتها بتبقى اعلى، السرعه بتاعتك بتبقى اعلى، امكانيات الاجهزه نفسها اصلا بتبقى اعلى بغض النظر عن الفيتشرز اللي موجوده ايه، فكل مدى الفيتشرز بتاعتك بتعلى.
وصل كده. وبالتالي فالتكنولوجيا بتاعتك مفيش حد يقدر، الناس بتسابق التكنولوجيا، مفيش حد بيبقى متطور مع التكنولوجيا بالسرعة الرهيبة دي، لأن التكنولوجيا سريعة جدا في التطور. بحيث إن أنت اشتريت موبايل النهاردة، تاني سنة على طول بتلاقي موبايل أصلا كفاءته أعلى بكتير جدا من اللي أنت اشتريته السنة اللي فاتت، وهكذا. الجهاز بتاع الشهر ده غير الجهاز بتاع الشهر الجاي، كبي سي أو لابتوب. يعني تلاقي اللابتوب بتطورات رهيبة جدا، موبايلات بتتطور بطريقة رهيبة جدا، كل الأجهزة بتاعتك اللي فيها كمبيوترز وقصة من دي فبتتطور بطريقة رهيبة جدا، سواء سرعة في الأداء، سواء الكفاءة، سواء الأكيورسي بتاعتك، سواء الأحجام بتاعتها بتبدأ تصغر وتبقى مور سليم أكتر، تمام كده. وبالتالي فالتطور في التكنولوجيا بقى عالي جدا، علم الاي اي دخل التكنولوجيا، فبقت الأجهزة دلوقتي بقت سريعة جدا، والاي اي نفسه كمان بقى داخل في كل القصة دي، اللي هو الارتفيشال انتليجنس عندي، اللي هو الذكاء الاصطناعي. فالأجهزة دلوقتي بقى كلها بتدعم الذكاء الاصطناعي زي سيري كده، فده عبارة عن ابلكيشن على الموبايل بتاع الايفون، تمام. انت كل شغله اللي انت تشتغل اي اي، فالشغل ده شغل اي اي، الجيمز اللي موجودة دي كلها بيزد على الاي اي، فكل الحاجات دي كلها تطور في التكنولوجيا وتطور في علوم اللي هو الذكاء الاصطناعي عندي، تمام كده. يبقى ده اللي هي الجنريشن بتاع الكمبيوترز اللي موجودة لحد ما انت شفت الكمبيوترز اللي انت شايفها دلوقتي الحالي، سواء اذا كانت موبايلات، سواء اذا كانت بي سي، سواء اذا كانت لابتوب، سواء اذا كانت آلات حاسبة، واتيفر الجهاز اللي انت شغال عليه ككمبيوتر شكله ايه، تمام كده. يبقى ده اللي هو الكمبيوتر بتاعي. طيب التايبس بتاعت الكمبيوتر عندي كذا نوع من انواع التايبس، بنقسمهم عندي ليه اربعه. بنقول ان في عندي ممكن كمبيوتر نسميه او نطلق عليه اسم مايكرو كمبيوتر، وفي كمبيوتر نطلق عليه ميني كمبيوتر، ومين فريم كمبيوتر، وسوبر كمبيوترز. طيب ايه المايكرو كمبيوتر؟ مايكرو كمبيوتر ده كمبيوتر صغير جدا، هو بيقوم بسبيسيفيك تاسك زي الاله الحاسبه، فالاله الحاسبه ده مايكرو كمبيوتر. هي محدودة، شغلها محدود، عدد الانبوتس بتاعتها محدود، عدد الاوتبوت اللي بتطلعه محدود، التاسك نفسها او الفانكشن اللي هي بتقوم بيها هي عبارة عن عمليات حسابية فقط، فهي سبيسيفيك تاسك، تمام. وبالتالي فبنسميها حاجة اسمها مايكرو كمبيوتر. طيب بعد كده نطلع شوية كده فبنسميها ميني كمبيوتر. ايه الميني كمبيوتر ده؟ الميني كمبيوتر ده عامل زي الموبايل بتاعك، عامل زي البي سي، زي اللابتوب بتاعك، فبنسميه ميني كمبيوتر. بقى اصبح مالتي فانكشن، الميموري بتاعتك بتزيد، حجم البروسيسور بتاعك بيبدأ يزيد سريع جدا، تمام كده. اقدر اعمل عليه مالتي فانكشن، فده بنسميه حاجة اسمها ميني كمبيوتر، تمام كده. فكبرنا شوية كده عن الحاسب. طيب بعد كده، طب انا عايز اكبر شوية عن البي سي واللابتوب والقصة دي، فعندي حاجة اسمها المين فريم كمبيوتر. ايه المين فريم كمبيوتر ده؟ ده اللي هو السيرفر، عامل بالظبط زي السيرفر كده بتاع مركز التقنية كده، تمام كده. ان السيرفر ده بتاع مركز التقنية ده عبارة عن جهاز امكانياته عالية شوية عن البي سي بتاعتك، فعالية كتير جدا، تمام. بحيث ان هو يقدر اي حد او عدد من الطلبه بتاعك اللي موجودين مثلا سي في جامعه المنصوره يقدروا ان هم ياكسسوا على نفس الحاجه في نفس الوقت، بحيث ان هو ما يهنكش، تمام. فالبروسيسور يقدر يلبي كل التاسكات، فمعناها ان انا عندي كل الناس المنتسبين لجامعه المنصوره، سواء اذا كان طلبه، سواء اذا كانوا اعضاء هيئه التدريس، سواء اذا كان اداري، سواء الناس المهتمين ان هم يشوفوا اي حاجه على جامعه المنصورة، فبيأكسسوا على جامعة المنصورة والموقع بتاع جامعة المنصورة، بغض النظر هل هم بيأكسسوا على ابن الهيثم لشؤون الطلاب، على واتيفر الأنظمة اللي موجودة في جامعة المنصورة. فمحتاج إن أنا جهاز يبدأ إن هو يلبي طلبات كل الناس دي كلها وما يهنكش، تمام كده. وبالتالي يبقى أنا البروسيسور بتاعه بقى أعلى شوية، حجم الداتا أو معناها إن الهارد ديسك بتاعه لازم، أو التاب بتاعه يبقى أعلى شوية، عنده ستورج عالية جدا، تمام كده، يخزن كل الداتا ديت من أول ما الناس تدخل الكلية لحد ما تتخرج، وبعد ما تطلع حتى على المعاش الداتا بتاعتها موجودة، تمام. كل الداتا دي ما بتتمسحش، وهكذا الأجيال اللي جاية بعد كده، بحيث إن كل الداتا دي تفضل موجودة. أنت من حقك إن أنت ترجع للداتا دي في أي وقت، بغض النظر أنت اتخرجت ولا ما اتخرجتش، أنت موجود بقالك كام سنة متخرج وقصة من دي، فكل ده عبارة عن داتا متخزنة عندي، تمام كده. وبالتالي فانا محتاج ان انا يبقى عندي سيرفر، والسيرفر ده يبقى امكانياته عاليه جدا، بحيث ان الناس لما تاكسس عليه في نفس الوقت، بغض النظر بقى بيجيبوا نتيجه، شغالين على الموديل، شغالين على اي حاجه، يبقى معناها ان هم مين يقدروا ياكسسوا عليها، تمام. بحيث ان هم
بحيث ان هما ما يهنكش عنده او يحصل اي مشكله. طيب بعد كده في عندي حاجه اسمها السوبر كمبيوتر. السوبر كمبيوتر ده اعلى شويه، عامله زي جوجل كده. جوجل عندك ده الناس، العالم مصر كل العالم كله تمام كده بيأكسس على جوجل، فالدنيا كلها بتأكسس على جوجل، عليها حجم من الديتا بجميع انواعها. كل الناس عايزه تبدا تدور على اي نوع من انواع الديتا، بتسيرش على جوجل، فكأن العالم كله بيأكسس على موقع جوجل. عمرك شفت موقع جوجل هنج او اي حاجه؟ ناس بتشتغل على الميل بتاع جوجل، على الدرايف بتاع جوجل، يأكسس اي ديتا عنده من جوجل وهكذا. فالراجل ده يبقى لازم بروسيسور يكون عالي جدا 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 جدا، يفوق الخيال، لان الناس كل العالم كله بيأكسس عليه، وعنده حجم من الديتا رهيبة جدا. سيرش على اي حاجة من الديتا، بغض النظر الديتا دي ديتا علمية، بغض النظر تخصصاتها ايه، تخصصاتها هندسة، صيدلة، طب، علوم، whatever، اصلا انت شغال في تخصصات ايه، تقدر ان انت تسيرش عليها، افلام، مسلسلات، مش عارف ايه، كل القصة دي ديتا شغالة موجودة عندك تمام كده، سيرفرات موجودة اصلا بتتحمل على جوجل وهكذا. وبالتالي فلازم يبقى في عندي حاجة تقدر تسبورت القصة دي كلها. نفس القصة في الفيسبوك تمام كده. فيبقى ده بنسميه حاجه اسمها السوبر كمبيوتر. يبقى دي التقسيم بتاعتي، الكمبيوتر بتاعتي ده تقسيمه بنقسمينها من اول المايكرو كمبيوتر اللي هو جهاز صغير جدا زي الاله الحاسبه بيعمل عمليات حسابيه، لحد مين اللي هو السوبر كمبيوتر بتاعنا. طيب الكمبيوتر سيستم بقى عندي بيتقسم لثلاث حاجات، ثلاث حاجات هما لازم دول اساسيين في اي كمبيوتر سيستم. اولا الهاردوير، الحاجه اللي انت بتشتغل عليها اللي هي الحاجه الملموسه بتاعتك، اللي هي حاجات الماشين زي البروسيسور، زي الميموري، زي الهارد ديسك بتاعك، زي الكيبورد، زي الشاشه، زي الماوس، كل القصه دي اسمها هاردوير. وحاجات السوفت وير اللي هي عباره زي الاوبريتنج سيستم، زي الابلكيشنز اللي انت بتشتغل عليها، زي الوورد، زي الاكسل، زي الباوربوينت، زي الاله الحاسبه على الابلكيشن بتاعتك، زي الفيسبوك ابلكيشن او ماسنجر ابلكيشن، واتساب ابلكيشن، وات ايفر الابلكيشن اللي انت شغال عليه عباره عن ايه. فدول كلهم حاجه اسمها سوفت وير. واليوزر اللي هو انت اصلا اللي انت بتشغل السوفت وير، عشان السوفت وير ده يتعامل مع الهارد وير عشان ينفذ الاوامر بتاعتك. يبقى دول ثلاثه كده بارت بيقسموا عندك الكمبيوتر سيستم، حاجات هارد وير بتنفذ العمليات، حاجات سوفت وير هي بتترجم الحاجات اللي اليوزر عايز يعملها للهارد وير عشان ينفذها، واليوزر بتاعك اللي هو بيقول ان انا عايز اعمل ايه تمام كده. طيب وبالتالي فانا ممكن اقسم عندي الكمبيوتر سيستم عندك للثلاث حاجات اللي هو الهاردوير والسوفتوير واليوزر، ونقول امثله لكل واحد. انا عندي اول حاجه الهاردوير بتاعي بيتقسم عندي لكذا حاجه، ممكن يبقى انبوت يونت. انبوت يونت ده عامل زي الماوس، زي الكيبورد، زي المايك، كل ده عباره عن انبوت يونت تمام كده. السي بي يو ده البروسيسور بتاعي، ده عباره عن سنتر بروسيسنج يونت، ده عباره عن وحده البروسيسنج بتاعتي، وهنشوف تقسيماتها عباره عن ايه. اوتبوت يونت ده عامله زي الشاشه، زي الطابعه، كل ده عباره عن اوتبوت يونت، زي الداتا شو، فكل ده عباره عن اوتبوت يونت، حاجات شاشات طابعه وات ايفر انت بتطلع اوتبوت ايه. السكند ستورج ده عامل زي الهارد ديسك والقصه دي، فهنشوفها دلوقتي تفاصيلها وتقسيماتها شكلها ايه، اللي هو الاستورج تمام كده. طيب تعال نبدا نشوف البروسيسور. البروسيسور عندي بيتقسم عندي لكذا حاجه، بيقسم للبروسيسور نفسه اللي هو بيقوم بالعمليات نفسها، اللي هو الاي ال يو نفسها تمام، والميموري تمام، والكنترول يونت. ايه الكنترول يونت ده؟ الكنترول يونت ده هو عباره عن اللي بيقول او اللي بينظم مين الامر اللي عليه الدور في التنفيذ، عامل بالظبط زي فرد الامن كده، اللي واقف مثلا على واقف مثلا على البنك مثلا، او واقف على اي حاجه، فبينظم المرور، فبيقول الراجل ده اللي عليه الدور في التنفيذ، والراجل ده اللي بعده، والراجل ده اللي بعده، فيبقى ده الكنترول يونت. يبقى الكنترول يونت وظيفته بيقول مين الامر اللي عليه الدور في التنفيذ عشان يروح للبروسيسور بتاعي تمام كده. وطبعا الميموري دي بتتقسم عندي لكذا حاجه، في عندي حاجه اسمها الرام، فهي راندوم اند راندوم اكسس ميموري تمام، ده فولاتايل، يعني معناها ان هي متطيره، يعني معناها ان الداتا اللي عليها دي عباره عن داتا تمبري، يعني عباره عن داتا مؤقته، مع مرور الوقت الداتا دي بتتمسح، او لو الجهاز فصل الباور عنه فالداتا دي كلها بتتمسح. وبالتالي فهي عباره عن بنسميها بالعربي كده ذاكره مؤقته، ده بتخزن بس الحاجات اللي موجوده في الوقت الحالي. يعني انا سي مثلا انا بعمل عمليه 5 زائد 6، فانا طلعت الاوتبوت خلاص. طب انت محتاج لسه الخمسه ومحتاج السته بعد شويه؟ لا، ما عدتش محتاجهم خلاص، فده بنسميها الرام.
هي اوتوماتيك اصلا بعد كده بيحصل لها عمليه كلين للديتا بتاعتك اللي انت ما عملتش ريكويست عليها لمده معينه. فالبروسيسور ده بيبعت امر على طول مباشره للميموري ان هي تفضي نفسها للاوامر اللي هي اصلا ما حصلش عليها مين ريكويست لمده معينه. يعني انت مثلا في ديتا متخزنه على الرام تمام، وقعدت 5 دقائق انت ما عملتش عليها ريكويست، فالبروسيسور يبعت امر ان هو الديتا دي اوتوماتيك الميموري نفسها بتمسح اصلا الديتا اللي انا ما عملتش ريكويست عليها لفتره معينه. ليه؟ لان الميموري بتاعتك مش محتاجها اصلا خلاص، والميموري بتاعتك دي محدوده، فانا بحتاجها لمين؟ للعمليات اللي هي الوقتيه في الوقت الحالي. طيب بعد كده في عندي حاجه اسمها الكاش ميموري، والكاش ميموري ده مهمه جدا جدا، هي البوابه بتاعت البروسيسور دي. يعني كأن البروسيسور ده عبارة عن مكان كبير جدا تمام، فيه موظفين بيعملوا تاسك معينة، وده الباب اللي داخل على المكان ده. فلو انت عندك عدد من الموظفين يقدروا ينفذوا او يعملوا او ينفذوا، يعني مثلا سي مثلا ممكن امثلها لكم بشؤون الطلبه. فرضنا ان انا عندي مكان كبير مدرج كبير وحطيت فيه عدد من شؤون الطلبه، وليكن 100 واحد من شؤون الطلبه، بس الباب للمدرج ده اللي هو الكاش ميموري بتاعتي دي كانت عباره عن مكان باب صغير جدا بيدخل فرد واحد فقط في مين؟ في الوقت الواحد. يعني معناه ان الباب ضيق، هو واحد بس اللي بيدخل من الباب، وبالتالي في اول واحد هيدخل على اول موظف، تاني واحد وراه هيدخل على تاني موظف، وهكذا لحد سي وليكن 5 موظفين. انا عندي سي وليكن في المدرج ده وليكن 100 موظف، يعني معناها ان انا اقدر انفذ 100 طالب، انفذ له الحاجه اللي هو عايزها في نفس الوقت ل 100 طالب. بس الباب ضيق قوي، فعلى ما بيدخل الناس فسي وليكن 5، على ما السادس جه يدخل كان الاول ده خلص تمام، فالسادس راح داخل على الموظف الاول وهكذا، والتاني كان خلص، فالسابع لما دخل على الموظف التاني. فانا استهلكت من المكان او المدرج ده عبارة عن 5 بس اشخاص او 5 موظفين هم اللي لبوا لي التاسك لكل الطلبة اللي موجودة عندي، لان الباب كان ضيق قوي. وبالتالي فانا عندي امكانيات عالية جدا ان انا عندي 100 موظف يقدروا ينفذوا العملية، بس كل اللي انا استغليته واستهلكته هم 5 موظفين بس، والباقي ما عملوش حاجة لان طلبة ما دخلت لهمش اصلا نتيجة ان الباب بتاعي ضيق. طب لو وسعنا الباب شوية اللي هو الكاش ميموري كبرناها شوية، لما نكبرها شوية فبدل ما كان طالب واحد بيخش في الوقت الواحد بقى طالبين ممكن يخشوا بارلل من نفس الباب، يعني الباب يسعى للطالبين يدخلوا، وبالتالي فبدل ما كنت بشتغل على 5 موظفين هشتغل على 10 موظفين وهكذا. وبالتالي فالكاش ميموري دي لا مهمة جدا، لازم تكون كبيرة عشان تقدر انت تستفيد بمين؟ بسرعة البروسيسور دي. يعني انت لما تروح تشتري بروسيسور تشوف الكاش بتاعه، ممكن البروسيسور ده امكانياته عالية جدا بس الكاش بتاعه ضعيف جدا، وبالتالي فانت ما استفدتش بالامكانيات العاليه بتاع البروسيسور، وبالتالي فانت لازم تروح يبقى البروسيسور بتاعك الكاش بتاعه يكون كبير تمام كده. ليه؟ عشان اقدر استفيد بسرعه البروسيسور ده اكبر ما يمكن. بعد كده في عند الروم، والروم ده بنسميها ريد اونلي ميموري. روم ده اليوزر العادي ما بيقدرش ياكس عليه، لان هي ده محطوطه للاوبريتنج سيستم. يعني انت لما تنزل اوبريتنج سيستم زي الويندوز وقصه من دي فبينزل على الروم، لما بتنزل عندك الاي او اس او الاندرويد فبينزل على الروم، لان لو الموبايل بتاعك فصل وهو اصلا كان الاي او اس بتاعك او الاندرويد كان نازل على الرام، فلو الموبايل بتاعك فصل شحن لما تيجي تشغله لو الاي او اس نازل على الرام الموبايل مش هيشتغل، لان كل الداتا راحت من على الرام، وبالتالي فمحتاج ميموري تانية ان هي يبقى مين؟ انفولاتايل. وبالتالي فهي عبارة عن الروم، وفي نفس الوقت انت ما تقدرش تاكس عليها، لانك انت كيوزر لو اكسست على الاي او اس او الويندوز بتاعك هتبوظه، وبالتالي فانت ممكن تدي اي حاجة غلط تحرق البروسيسور وتبوظ الاي او اس بتاعك وتبوظ الاندرويد بتاعك، وبالتالي فالجهاز بتاعك مش هيشتغل لان السوفت وير بتاعك اللي هو الاوبريتنج سيستم اصلا باظ تمام كده. يبقى دي اللي هو التلات انواع بتوع الميموري عندي. بعد كده في عند السكند ستورج بتاعي ده عندي ممكن يبقى الهارد ديسك بتاعك اللي هو بنسميه الماجنتيك ديسك، ده بيتقسم لحاجتين هارد ديسك وفلوبي ديسك. الفلوبي ديسك ده ما عادش موجود خلاص، فاللي موجود عندك الهارد ديسك اللي هو الهارد بتاع الجهاز بتاعك تمام كده. والماجنتيك تاب ده نوع من انواع التابس بتاعتي، ده اكبر شويه من الهارد ديسك على اساس ان هو بياخد ديتا كبيره جدا وبيقدر يستحمل حاجات الهارد ديسك ما يقدرش يستحملها، زي درجات الحراره، زي الرطوبه، زي الزلازل والبراكين، فايبريشن، كل القصه دي. وفي الكومباكت ديسك اللي هي زي السي دي والدي في دي، فدول بنسميها حاجه اسمها الكومباكت ديسك. طيب بعد كده نبدا نخش على السوفت وير. ففي عندي انواع كتير جدا من السوفت وير.
الاوبريتنج ده اول حاجه واهمهم، الاوبريتنج سيستم اللي انت شغال عليه زي الويندوز زي الاي او اس زي الاندرويد، فده سوفت وير. بعد كده الابليكيشن، الابليكيشن بتاعك ده اللي هو عباره عن اي ابليكيشن انت بتستخدمه زي الواتساب ابليكيشن، تمام كده، فهو واتس ابليكيشن، تمام كده، ده الواتساب. زي الماسنجر ده برضو ابليكيشن، زي الوورد، زي الباوربوينت، زي الاكسل، زي الاكسس، وهكذا. كل ده عباره عن ابليكيشن انت بتستخدمها، اي ابليكيشن عندك على الجهاز سواء اذا كان على البي سي او اللابتوب او على الموبايل بتاعك، فده اسمهم ابليكيشن، تمام كده. بعد كده في عندي حاجه اسمها البروجرامنج لانجويج، والبروجرامنج لانجويج ده اللي هي لغات البرمجه اللي هي عن طريقها بنروح نعمل الابليكيشن بروجرام اللي موجود ده. وعندي نوعين للبروجرامنج لانجويج، يا اما لو ليفل لانجويج يعني معناها ان انت بتنزل شويه بتخاطب الماشين يعني زي الاسامبلي كده، وفي عندي حاجه اسمها الهاي ليفل لانجويج، ده اللغه ده قريبه من لغه اليوزر، قريبه من لغه الانسان نفسه، لان انت الناس عارفه ان البروسيسور بتاعك ما بيعرفش الحاجات الارقام اللي انت عارفها اللي هي الديسيمال دي، لا هو البروسيسور بتاعك ما بيعرفش غير ارقام صفر وواحد فقط، ما بيعرفش الحروف، كل اللي يعرفه هي صفر وواحد بس، ما بيعرفش العمليات الحسابية بكل أنواعها. وبالتالي فأنت لازم يبقى عندك اللغة بتاعته هي لغة باينري سيستم، يعني لغة صفر وواحد، فهو ده اللي بيفهمه. وبالتالي فأنت عندك حاجتين ممكن تبرمج بيه الجهاز بتاعك، يا إما تشتغل بلو ليفل لانجويج، ده عاملة زي لغة الأسمبلي، فيها أوامر زي الموف، زي الآد، زي الصب، زي مش عارف إيه، بتشتغل مع الريجسترز والقصة دي، ودي بتبقى صعبة شوية عن اليوزر العادي، عايز ناس تبقى اعلى شويه في الاكسبيرينس عشان يبدا يشتغل عليها، تمام. وفي هاي ليفل لانجوج فهي قريبه من اللغه بتاعت الانسان بالظبط، نفس اللي الانسان بيستخدمه هو بتبقى دي بنسميها الهاي ليفل لانجوج، فهي دي لغه قريبه من لغه الانسان بتبدا انا ابرمج بيها، بس محتاجه كومبايلر، كومبايلر اللي هو اللي فوق ده، عشان يحولها من الهاي ليفل لانجوج للماشين كود بتاعي اللي هي لغه الماشين نفسها اللي هي الاصفار والوحي. واللو ليفل لانجوج دي اللي هي الاسمبلي محتاجه اسمبلر عندي عشان يحولها من اللو ليفل لانجوج للماشين كود بتاعي عشان البروسيسور ده هو يبدا يفهم القصه بتاعتي. فالبروسيسور ده ما بيفهمش غير ماشين كود اللي هو لغه اصفار وحايد، تمام كده، وبالتالي فانا ما اقدرش ان انا ابرمج اصفار وحايد، ده صعب جدا، تمام كده. وبالتالي فانا قدامي حل من اتنين، لا اما برمج هاي ليفل لانجوج لغه قريبه من نفس اللغه بتاعتنا، او لو ليفل لانجوج بنزل شويه للليفل بتاع اللانجوج بتاعي فيبقى في عندي اوامر اسمبلي عن زي الاسمبلي، فيبقى عندي اوامر اسمبلي زي الموف ومحكوم باوامر معينه، تمام كده، او انستراكشن معينه عشان ابدا اعملها. وبالتالي فلو انا عايز اعمل اي تاسك مختلفه تانيه لازم احولها للاوامر اللي هي الليميتد اللي موجوده عندي في الاسمبلي لانجوج. فالاسمبلي لانجوج بتاعي محتاج اسمبلر عشان يبدا يحولها من اللو ليفل لانجوج للماشين كود عشان البروسيسور يفهمها، والهاي ليفل لانجوج بتاعتي زي لغه السي اللي احنا هنشتغل عليها محتاجه كومبايلر، والكومبايلر ده هيروح يترجم، هو من اسمه كومبايلر يعني مترجم، يترجم الهاي ليفل لانجوج دي للغه الماشين كود عشان البروسيسور يبدا يفهمها، تمام كده. ده الكمبيوتر سيستم بقى وتقسيماته بالشكل ده كده. خلاص قلنا بقى ان انا عندي ده السوفت وير، ابلكيشن بروجرام، بروسيسور، والقصه دي عمليات بتتم وحاجات من دي، فده الموضوع خلاص بدانا نفهمه. ده الحاجات الشكل بتاع الهاردوير كومبوننت بتاعتي والقصه بتاعتي، سواء ادا البروسيسور بتاعي ممكن يبقى فيه عندك انبوتس داخلاله او اوتبوتس بتاعتك هتطلع عنده، وممكن ان هو يخزن على الهارد ديسك بتاعي، او يبقى في عندك كوميونيكيشن ديفايس انت موصله بطابعه ببرينتر بشبكه انترنت وات ايفر انت موصله بايه، وده البروسيسور بتاعي. خلاص فهمنا يعني ايه انبوت، فهمنا يعني ايه اوتبوت، ميموري، كنترول يونت، بروسيسور، قعدنا نشرح كل التفاصيل اللي هي بالشكل ده كده. يبقى ده احنا شرحناها على الرسومات بتاعتنا وعرفنا تفاصيل كل واحده وهي عباره عن ايه. ده بقى اليونتس بتاعتي شغاله ازاي. اول حاجه الانبوتس او بتمشي البروسيسور بيمشي ازاي، قلت لك البروسيسور هو والرام مع بعض، الاثنين ما ينفعش يشتغلوا بدون بعض، البروسيسور ما ينفعش يشتغل بدون الرام، ولا الرام تنفع تشتغل بدون البروسيسور، لان البروسيسور هو اللي بيشتغل اصلا، تمام كده. فالانبوت بتاعي بيبقى داخل له انستراكشن اوامر، والديتا اللي هتتم على الانستراكشن، كل الاثنين دول بيتحطوا على الميموري، الميموري تبع
الانستراكشن عندي للكنترول يونت اللي هو بيقول مين الامر اللي عليه الدور في التنفيذ عشان ينظم الاوامر. الاوامر دي هتروح للبروسيسور، بس هتروح البروسيسور ازاي؟ ده اللي بيتنفذ. ففي عندي كاش ميموري اللي انا قلت لك عليها، بوابه البروسيسور، فالامر هيروح الكنترول سيجنال هتيجي للبروسيسور تقول له ان في الامر الفلاني، فالامر يتحط في الكاش ميموري والبروسيسور اللي هو الاي ال يو ويبدا ينفذ الامر بتاعي. ولما ينفذ الامر بتاعي فبيحتاج الداتا، فهو خد الامر من هنا عن طريق الكنترول يونت، فمحتاج الداتا اللي هينفذ عليها الامر، فيطلبها منين؟ يطلبها من الميموري، فالميموري تبعت له الداتا اللي هينفذ عليها الامر. بعد كده البروسيسور هيطلع الريزلت، ما بيطلعهاش على طول مباشره يطلعها للاوتبوت يونت، لا ده يبعتها لمين؟ يبعتها للميموري، والميموري نفسها هي اللي بتطلع الريزلت بتاعت المين دي الاوتبوت يونت، سواء على شاشه سواء على برينتر وات ايفر هي هتطلعها لليوزر على ايه. ولو الداتا بتاعتك محتاجه ان هي تتخزن عندي في الاستورج، يبقى الميموري بتاعتك هي اللي هتروح تخزنها على الهارد ديسك. ولو البروسيسور احتاج داتا من على الهارد ديسك بيبعتها للميموري، والميموري نفسها هي اللي بتروح تعمل تحمل الداتا بتاعتك من الاستورج بتاعك او من الهارد ديسك، تحملها عشان تبعتها لمين؟ للبروسيسور. يعني بمعنى صح ان البروسيسور ده بياخد الحاجات بتاعته عن طريق الميموري، ولما بيطلع الاوتبوت بيطلعها للميموري. الميموري بقى بتاخد الداتا او الانستراكشن بتاعتي من الانبوت بتاعي او من الهارد ديسك بتاعي، على حسب هي جايبه الداتا منين. والاوتبوت بتاعك اما الميموري بتاعتك تخزنها على الهارد او تطلعها على الشاشه لليوزر او على البرينتر بتاعي بالشكل ده كده. طيب خلاص فهمنا عن ايه سوفت وير وانواع السوفت وير والقصه من دي، والابلكيشن بتاعتها على اساس ان هي بتعمل سبيسيفيك تاسك، وده اللي احنا هنعمله اصلا، تمام، وكل الحاجات دي، والتقسيم بتاعت الهيراركي بتاعها اللي هي السوفت وير والابلكيشن بتاعتي بالشكل ده كده. ان انا عندي كيوزر بتعامل مع الابلكيشن، الابلكيشن ده بيتعامل مع الاوبريتنج سيستم اللي هو السوفت وير بتاعي، والاوبريتنج سيستم هو اللي بيتعامل مع الهاردوير اللي هو البروسيسور عشان ينفذ الامر اللي انا عايزه. يعني انا كيوزر بتعامل مثلا مع الواتساب، يبقى بتعامل مع الواتساب ابلكيشن. الواتساب نفسه اصلا محطوط على الاي او اس او الاندرويد اللي هو الاوبريتنج سيستم، والاوبريتنج سيستم ده هو اللي بيروح يبعت لمين؟ للبروسيسور بتاعه والميموري، وبيتعامل مع الميموري، فهي ماشيه بنفس الشكل ده بالتفصيل. اللانجوج خلاص فهمنا اللانجوج ان احنا عندنا ممكن يبقى في عندي حاجه اسمها الفيجوال بيزك، سي بلس بلس، الجافا، السي اللي احنا هنشتغل عليها، كل ده عباره عن اللانجوج بتاعتي. قلنا في عندي حاجه اسمها اللو ليفل لانجوج زي الماشين كود بالشكل ده كده، هي اصفار وحايد، او الاسمبلي لانجوج فهي بتبقى رموز زي كلمه موف زي اد زي سب، كل ده اسمها اسمبلي لانجوج. بس الاسمبلي لانجوج ده محتاج اسمبلر زي ما انا قلت لكم، يحول لغه الاسمبلي لانجوج بتاعتك لمين؟ للماشين كود. النوع الثاني اللي هو الهاي ليفل لانجوج زي اللغه بتاعتنا زي السي زي كل حاجه، فقلت لك هي دي لغه قريبه من لغه الانسان بالظبط، نفس لغه الانسان، وبالتالي فسهل ان هو يتعلمها، تمام كده، وبالتالي فهي شبيهه بنفس اللغه اللي الانسان بيستخدمها في الحياه بتاعته، تمام، بس محتاجه كومبايلر يبدا يحول من الهاي ليفل لانجوج للماشين كود عشان البروسيسور يقدر يفهم اللي انا بقوله، فده اللي هي عباره عن الهاي ليفل لانجوج. طيب في عندي بقى حاجتين للهاي ليفل لانجوج، حاجه اسمها كومبايلر وحاجه اسمها انتربريتر. يعني لغه البرمجه نفسها ممكن يبقى ليها كومبايلر وممكن يبقى ليها انتربريتر. الفرق ما بين الكومبايلر والانتربريتر ان الكومبايلر لما انت بتكتب كود، تمام، والمفروض بعد ما بتعمل الكود ده بنعمل له ران، يعني بنحوله للغه الماشين كود عن طريق الكومبايلر، فالكومبايلر ده بيروح يترجم كل البرنامج بتاعك مره واحده، ولو في اخطاء يطلعها لك كل الاخطاء مره واحده ويحوله على طول للماشين كود بعد ما انت تعالج الاخطاء دي كلها مره واحده. انما الانتربريتر لا، ده الانتربريتر ده بيروح انت كتبت كود، فالكود ده سي وليكن 100 سطر، يمشي سطر سطر، ياخد السطر الاولاني يروح يترجمه، والله لو في مشكله يروح يرجع لك يقول لك السطر الاولاني ده في مشكله مكتوب غلط فانت تصلحه، وبعد كده يرجع تاني تعمل رن فيمشي على السطر الاولاني، لقى اتظبط خلاص ينزل على السطر التاني، لقى في مشكله يبعت لليوزر، وبالتالي فهو شغال سطر سطر. بمعنى اصح ان انا كان الانتربريتر ده عباره عن ترجمه فوريه، تمام، بيشتغل سطر سطر اللي هو بيشتغل ورايا سطر سطر، انما الكومبايلر ده بيشتغل ترجمه كلها على بعضها، يعني انا بدخله الكود بتاعي فبيترجمه مره واحده، انما الانتربريتر ده بيشتغل سطر سطر، وما بين لو انا عندي السطر الاولاني كان فيه مشكله فبيقف عليه، تمام، ويقول لك ان السطر ده فيه مشكله.
حتى لو كل السطور اللي جايه بعد كده كلها مشاكل ما بيطلعلكش المشاكل دي خالص. ليه؟ لان هو بيمشي سطر سطر. انما الكومبايلر لا، ده الكومبايلر ده بيطلع لك كل المشاكل اللي موجوده في الكود كله مره واحده، وبالتالي فانت تنفذه كله مره واحده، بتعدل الاخطاء بتاعتك مره واحده، وهو نفسه بينفذ الاجواد دي او بيحولها الماشين كود مره واحده كلها. تمام كده؟ يبقى ده الفرق ما بين الانتربريتر وما بين الكومبايلر عندك بالشكل ده كده. نشوفكوا بقى المرة الجاية، تمام، في المحاضرة الجاية إن شاء الله. دي محاضرة انترو، هبلغكم بس بالحاجات اللي أنا محتاجها. هي مفيش حاجة تتحفظ، الناس تفهمها، مفيش حفظ خالص، احنا ما بنحبش الحفظ، فالناس تفهم بس ويبقى النولج دي عندها كمعلومات عندها مش أكتر ولا أقل. نشوفكوا على خير، ونشوفكوا إن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله.